assign a solder with. حسبناها في المرة هاي. إذا هون average of a half wave rectified sinus. فلو جينا هلا على ال one pulse single pulse بدنا نحسب الافرج لهذه الويف فورم. وين لازم يكون الافرج منطقيا؟ مش معقول يكون طبعا اعلى من هاد، وين راح يكون زيرو؟ راح يكون سمر ان بتوين، مش هيك؟ هذا فاحنا راح نقول بدنا هون الافرج. هلا اف اوف تي الافرج تبع اف اف افرج بده يساوي 1 على 2 باي من 0 ل 2 باي اف اوف تي دي تي، مضبوط؟ او اذا بدنا نحط اف اوف اوميجا تي دي اوميجا تي. اذا نحن هو الاصح بدنا نحط اف اوف اوميجا تي دي اوميجا تي. ناخذ هلا هون انا عندي ما فيش عندي شيء، في عندي 0 من هون لهون، مضبوط؟ ايش طلع عندي؟ بس من 0 ل 2، اذا هون راح اضرب في 2 واخذ من 0 ل 5 يصير 2 على 2 باي. عندي هون دي اوميجا تي، اف اوف اوميجا تي هي ايش؟ ساين اوميجا تي مضروب في في ماكس، وهي النقطة اللي هون اللي هي في ماكس. إذا ساين هلا بدي أكمل الساين ايش رح يعطيني؟ كوساين ماكس رح يعطيني ماينس كوساين مش هيك؟ اوميجا تي، وهذه هون من 0 إلى وعندي البي ماكس بدي اطلعها برا. اذا هلا بعوض، لما بعوض كوساين كوساين باي قديش بعطيني؟ ناقص واحد، في ناقص واحد بيعطيني واحد، ناقص ناقص زائد كوساين الزيرو بعطيني واحد، هون عندي بي ماكس على باي بصير عندي 2 بي ماكس على باي على اثنين. في شيء احنا عملناه غلط، هاي ما كان لازم تروح باثنين لانه بالنص، فكان هاي لازم تضلها واحد من هون، هاي بتضلها 2 باي، هاي 2 باي، وهاي بتصير عندي هون على شيء بصير عندي 2 على 2 بتساوي اذا هذا هو الافرج فاليو لهاي الويف فورم لو كانت هاف ويف ريكتيفايد. لو كانت فول ويف ريكتيفايد ايش بصير الاختلاف عندي؟ بمشي بنفس العمليه، صار عندي هون هي فول ويف ريكتيفايد، هاي القطعه اللي هون هي نفسها كمان بي ماكس بصير 2 بي ماكس، راح يصير عندي راح ينضرب باثنين مش هيك؟ اذا بيمشي بالاجراءات نفسها بصير عندي 0 2 باي 1 على 2 باي ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. هلا نفس الشيء بقدر اخذ النص، بس هون بقدر اضرب باثنين، فبصير عندي من 0 لباي 1 على باي، وهي عندي هون ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، وعندي في ماكس هون في ماكس هون تطلع في ماكس برا على باي، بصير عندي هون من 0 لباي ماينس كوساين اوميجا تي، هاي تعطيني 2 تصير 2 في ماكس على باي او في ماكس على باي. هي بتصير طبعا ضعف القيمه اللي موجوده هنا. اذا اذا نطلع على هاي، خلينا ناخذ مثلا على سبيل المثال لو اخذنا هاي فرضناها انها كانت هون 310 فولت، قديش راح يصير الافرج لهذه الويف فورم؟ بصير 310 على باي على 2، احسبها حوالي 197 مضبوط؟ فبصير عندي يعني هاي 310 تقريبا هذه هون 197